أسعد الله أوقاتكم أحبتي الموهوبين، حبايبي الحلوين. أنت عاوز تكون مبتكر، عاوز تكون مبدع. المبدع والمبتكر هل هو إنسان إيجابي ولا إنسان سلبي؟ بالتأكيد إنسان إيجابي، لأنه مش معقول هيكون مبدع ومبتكر ومتفوق ويكون إنسان سلبي. طب إيه إنسان إيجابي وإيه إنسان سلبي؟ إيه الفرق بينهم؟ هناك فروق كتير جدا، هنحاول نلخصها بشكل سريع بدون إسهاب في الشرح. الإنسان الإيجابي يفكر في الحل، أما السلبي يفكر في المشكلة. الإنسان الإيجابي لا تنضب أفكاره، الإنسان السلبي لا تنضب أعذاره. يعني الإنسان الإيجابي أفكاره دايما متجددة وكتيرة ومبتخلص، أما الإنسان السلبي دائما يقدم أعذار، أعذاره ما بتخلص. الإنسان الإيجابي يهتم بإيجابيات الآخرين ومزاياهم. يعني الإنسان الإيجابي عشان هو إيجابي فبيبص دايما وبيشوف إيجابيات الآخرين ومزاياهم، أما الإنسان السلبي بالتأكيد بتشغله عيوب الناس وسلبياتهم وبيراقب سلبيات الناس وعيوبهم. الإنسان الإيجابي يسارع إلى الاعتذار للآخرين عند حصول أو عند حدوث خطأ منه. يعني لما يكون الإنسان بيعمل شيء خطأ ويعتذر للآخرين وبسرعة بيكون إيجابي، بينما الإنسان السلبي يتأخر في الاعتذار وقد لا يعتذر أصلا من الأساس اعتقادا منه أن ذلك ينقص من شخصيته. الإنسان الإيجابي يعطي للآخرين أعذارهم عند حدوث خطأ منهم ويسامحهم. يعني الإنسان الإيجابي إنسان متسامح، بيغفر للآخرين أي خطأ بيقعوا فيه وبيقبل اعتذارهم بسهول. أما الإنسان السلبي يعتقد أنهم أساءوا عمدا وبنية ومع سبق الإصرار والترصد. الإنسان الإيجابي يرى حل لكل مشكلة، يعني أي مشكلة بتحصل عنده لها حل، دايما بيشوف حل لكل مشكلة. أما الإنسان السلبي يرى مشكلة في كل حل. الإنسان الإيجابي يتميز بميزة كبيرة جدا وإن شاء الله لازم نعمل لها حلقة منفردة. الإنسان الإيجابي دائم الابتسامة، أما طبعا الإنسان السلبي دائم العبوس مكشر على طول، أما الإنسان الإيجابي مبتسم على طول. الإنسان الإيجابي الحل صعب لكنه ممكن، يعني دايما يقول إن الحل صعب ولكنه ممكن. أما الإنسان السلبي يقول الحل ممكن لكنه صعب. الإنسان الإيجابي يتذكر ويحفظ الآخرين أعمالهم. الإنسان الإيجابي دايما بيبقى فاكر وحافظ أي عمل عمله الآخرين، أما الإنسان السلبي دائما نساي وبينسى أي حاجة عملها الآخرين. الإنسان الإيجابي بيساعد الآخرين، دائما مساعدة للآخرين، أما الإنسان السلبي يتوقع المساعدة من الآخرين. كده يا حبايبي الحلوين لازم نحط، إحنا جبنا تقريبا أو عملنا مقارنة سريعة بين الناس الإيجابيين والناس السلبيين، الفرق بين الإنسان الإيجابي والإنسان السلبي. لو إحنا نلاحظ في كل اللي إحنا قلناه كلها أمور بتقع في الفيس، الوجه، ما بين المخ وما بين الوجه. يعني الإنسان دائما لو احنا شفنا أفكار يفكر في الحل، يفكر أفكاره كتير، يعتذر للآخرين طبعا باللسان وبالعقل وبالكلام، دائم الابتسامة، يعني دايما الابتسامة مرسومة على شفتيه، دايما متذكر وحافظ حافظ أعمال الآخرين، بيساعد الآخرين. يبقى احنا كده لو شفنا هنلاقي دائما الإنسان الإيجابي إنسان ذو عقل إيجابي، إنسان ذو وجه إيجابي، إنسان تتحرك جميع جوارحه عن طريق مخ وعقل إيجابي. لذلك دائما نقول راقب أفكارك، راقب أفكارك، لأن أفكارك هي كلامك،
أفكارك هي تصرفاتك، أفكارك هي سلوكك، أفكارك هي عملك. لذلك كل ما تراقب فكرك وأفكارك ودايما تدعم الفكرة الإيجابية والأفكار الإيجابية، هيكون كلامك وتصرفاتك وسلوكك وحركة جسمك وحركة إيدك وكل ما تفعله إيجابي إيجابي إيجابي، وبالتالي الموهبة هتكون إيجابية، الإبداع والابتكار هيكون إيجابي. أشوفك على خير حبايبي الحلوين، في أمان الله.